سؤال الأخير دكتور خالد عبد الغفار، أخبار التطعيم إيه؟ يعني نسبة، أنا عايز أوصل بقى إحنا وصلنا لنسبة التطعيم قد إيه في مصر؟ إحنا النهاردة يعني وصلنا ل 37,146,000 جرعة أولى، وصلنا ل 25,675,000 جرعة تانية. النسبة اللي حضرتك عايزها بالنسبة للمستهدف 61% جرعة أولى و 42.5% من المستهدف لينا. المستهدف بتاعنا اللي هو 18 سنة فيما فوق، اللي هم يمثلوا تقريبا من 59. فأنت بتقول لي تقريبا أنت عندك نص التارجت بتاعك الطعم لغاية الجرعة التانية، وعامل حسابي على أن على 1/6 إن شاء الله نكون وصلنا ل 70% من لكن المهم الحقيقة أن اللي أنا عايز أقوله دلوقتي أن يمكن عند حضرتك ما يثبت أن العالم ابتدى يحط مصر في نسب التطعيم الآمنة أو حتى الهاي. يعني في بعض بقينا خلاص نتحط في الـ WHO والمنظمات العالمية أن احنا معدلات التطعيم اليومية أو الأسبوعية وعلى مدار الشهر ستيبل، وفي نفس التوقيت من الدول اللي فيها هاي، في قبلينا في فيري هاي، لكن احنا حاطين في المستوى العالي في التطعيم. المهم ان احنا يعني احنا برضه لازلنا بنعاني مع الجمهور المصري في اقناعه بالتطعيم. يعني لما يكون احنا عندنا ما يقرب من 136 مليون جرعه وعندنا 72 مليون جرعه 590 موجودين في ايدينا دلوقتي وعايزين نطعم بيهم الناس في وقت ما الناس كلها بتقول انك عشان تحمي نفسك من حالات الصعبه او الوفاه لازم تطعم، ومع ذلك بنروح بميكروفونات في القرى وقت بعد صلاه الجمعه بنعدي على الـ على الـ على الاماكن الريفيه كلها علشان نقنع الناس. لازلنا بنعاني من ان الناس تروح تاخد الجرعات، سواء الجرعه الاولى، في ناس ما خدتش جرعه اولى لحد النهارده، يعني صدق او لا تصدق. وطبعا حتى الجرعه لا مصدق حضرتك، حتى الجرعه الثالثه المعززه اللي احنا يعني المفروض التنشيطيه واصلين 612,311 اللي هي العالم اثبت بما لا داعي للشك فيه إن الجرعة الثالثة المنشطة هي جرعة هامة جدا، وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.